على هذا التدخل اللي جيتو عندنا، وشكرا بزاف اللي كتوصلوا الميساج لجميع المسؤولين، وحنا بغينا نوصلوا الميساج بهذه النقابه هذه. حنا مضطرين بزاف ودرنا هاد لاغريف هذا على مستحقات ديالنا، والله ما عندناش هذه 7 شهور 8 شهور وحنا العائلات ديالنا كنمشيو نديروا العمليات وما كاين حتى حاجه. وكنشكركم بزاف، وعندنا واحد جوج تاع الشباب سائقين صغار تيطردوهم، والمتقاعدين كيستغلوهم على حساب لاسيرونس على الديكلاراسيون، وتيدير لنا استفزازات على النقابه بزاف، وكيقول لنا سيروا تحداوا اي حاجه. ما عندناش بزاف ديال الحوايج، لا سالير دو نوي لا سالير دريسكاج لا حتى حاجه، وكنديروا شكايات وكنجلسوا مع المندوب، والمندوب ما كيدير معنا حتى حاجه، كذاك الشيء كيعطينا غير ورقه، ملي كنجيو للتطبيق ما كاين حتى حاجه. وكنشكركم وكنشكروا جلاله الملك ونوصلوا له هذه الرساله هذه، لحقاش هذه المنطقه الشرقيه راه كيعرفها واش داك ولات. وشكرا بزاف وعليكم نتوما، شكرا شكرا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعه من السائقين ديال تابعين لواحد الشركه ديال موحى حسن، ومتضررين وتحت لواء النقابه الاتحاد المغربي للشغل. ونحن بدورنا كان نطلبوا المسؤولين وجلالة الملك باش يسمعوا الضرر اللي حنا متضرين بالسائقين، لانه متضرين وما عندناش تغطية صحية وديجا درنا انعقادات في المندوبية، وكان هناك عدة محاضر وقالوا لنا بلي الناس استناو وغادي يكون يعني حلول، وبدورنا ما كان والو. وكاين بزاف السائقين مضرين منهم اللي انهم داروا عمليات، ومن بينهم حتى انا درت عمليه، وبزاف السائقين داروا عمليه والدوايات وما كان لا تغطيه صحيه لا والو. كان الطرد التعسفي بالنسبه لجوج السائقين ولا ثلاثه شباب، وعندنا بدورنا كيطردوا الشباب وكيخدموا المتقاعدين. وكذلك عندنا الروتار على الاجره الشهريه ومحاربه العمل النقابي، وحنا بدورنا كنناشدوا ونعاودوها ونكروها ونطلبوا من سيدنا وجميع المسؤولين باش يدخلوا ويلبيوا لنا المطالب ديالنا اللي حنايا مضرين بهم بزاف. وكاين عائلات بزاف لانهم مضرين، وحنا مضرين بزاف، ونطالبوا بالحقوق ديالنا. وكنشكروا شوف تي في.